اتفضل. بس هو سؤال غريب شوية، هو احنا هنا فين؟ أصلاً هو احنا في كلين روم في زويل سيتي. هو حضرتك جيت ودخلت باليمين وبعد كده بتسأل؟ يعني الراجل شكله طلع صح. طب سؤال تاني، كان في هنا بيت كبير مهجور صح؟ ايه يا فندم، ده حد بقاله بتاع 25 سنة. حضرتك بتسأل عليه ليه؟ لا 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 خلاص، ملهاش تفسير دي، أنا فعلاً اتجننت. باين عليك. طب بس قول لي يمكن أعرف أساعدك. هقول للأسف ما عنديش حل تاني، إن أقول لك أنا جاي من الماضي، تحديداً سنة 1922. كنت شغال في البيت ده، سافرت عبر الزمن فجأة لقيت نفسي هنا. بجد؟ كنت عارف إنك مش هتصدقيني، فرقت إيه عن بقية الناس يعني. بس هكمل. محسوبك دكتور شكري، عالم نابغة في البيت اللي اتهد ده. كنت أنا وزناد شغالين على مشروع جبار هيغير العالم. حاجة كده هتخلي البني آدمين قلوب زمانهم، كل الآلات في خدمتهم وبتسهل عليهم حاجة. كنت هسميه ترانزستور أصلا؟ أيوه كنت هسميه كده فعلا. هسميه هو أنت وزناد كان حلمكم بس إن أنتوا تعملوه؟ ده عملناه. شفت المصنع ده أصلا لتصنيعه، مش بس كده، ده مجرد بداية رحلته، وبعد كده بيروح لمصانع تانية وبيتعمل منه اختراعات وإعجازات تانية كتير جدا. حضرتك عمرك ما سمعت عنهم ولا شفتهم لو أنت فعلا جاي من الماضي ومش مجنون. أهمهم الموبايل بتاع الحديد اللي بينور. أيوه أيوه بتاع الحديد اللي بينور ده، أنا متزعج من الزمن ده. شفت الناس كلها ماسكة بتاع حديدة بتنور، عمالة تتكلم عليها وترد عليها. مش بس كده، ده في واحد الله واحد يخبط عليه ويشعوذ عليه، وبعدين قال لي عبقري اللي هنا كمان عرف كان في إيه هنا، رغم إنه ما كانش يعرف. فعلا اختراع عجيب بس مبهر. فكرك ده بس؟ في تاني؟ في تاني للأسف. يعني لو الموبايل بهرك هتعمل ايه لو شفت التلفزيونات السمارت واللابتوبات وازاي بتتواصل مع الأقمار الصناعية بس أقمار صناعية؟ مش في غير القمر بس. هي حاجة حديد برضو بس مش بتنور، أكبر شوية وبتلف حوالين الأرض في مش هتشوفها من هنا. لا مش هتشوفها من للأسف. عندنا سقف. المهم هي هدفها ان هي بتنقل المعلومات، وده كان جزء صغير جدا من النقلة النوعية اللي كان سببها الترانزستور. شفت يا زناد، مش قلت لك يا عم فين زناد؟ قلتها. يعني احنا انا وزناد في الحقيقه كنا متوقعين الكل يعني يختار نقله نوعيه ويعني اختراعات عظيمه ومجالات جديده تكتشف، بس ما كناش مقتنعين بالسرعه ولا الانجاز ولا حتى الاختراعات الكبيره. يعني احنا كان اخرنا ان احنا نخترع كده عشان نشتغل زي زرار النور يطفي. يا عم بطل يعني. بطلت ويولع يا بنتي بطلت. لا يا ربنا. طيب هتقدري تقولي لي بس بتصنعوا ازاي بتركبوا بس خشيشين؟ بس يا دكتور وانا مش مصدقه ان انت تفهمني، بس انا هحاول افهمك. بقول لك عالم يا بخبر. الموضوع ده بدا من حوالي 75 سنه كده، تحديدا في نوفمبر 1947، لما العالمين جون باردن وولتر براتن حاولوا ان هم يخترعوا ترانزستور، وقدروا فعلا ان هم يخترعوه ويصنعوه ويشغلوه، بس ساعتها حجمه كان كبير جدا، يوصل لحجم الراديو مثلا. فساعتها قدرته واستخداماته كانوا محكومين بحجمه، ما قدرناش بقى ان احنا نسرح في خيالنا اختراعات زي اللي حضرتك شفتها زي الموبايل مثلا.